السلام عليكم. شركة موتورولا أعلنت عن هاتفها الجديد موتورولا ريزر، وده التطور بتاع الريزر في 3 اللي كان صدر في 2004. والريزر الجديد بيحمل نفس فكرة التصميم، اللي هو هاتف قابل للطي بتاعت الهاتف القديم، ولكن بشكل متطور أكتر. الشاشة بتكون بي أوليد بقياس 6.2 بوصة بدقة 2142 في 876 بكسل، بكثافة بكسلات 373 بكسل لكل بوصة. ونسبة استحواذ الشاشة بالنسبة للواجهة بتكون حوالي 70%. والشاشة الخارجية، واللي هي بتكون لما الهاتف بيكون مطوي، بتكون أوليد بقياس 2.7 بوصة بدقة 800×600 بكسل. وزن الهاتف بيكون 205 جرام. المعالج بيكون سناب دراجون 710 بتقنية 10 نانومتر أوكتا كور، ومعالج رسوميات بيكون أدرينو 616. والهاتف بينزل بنسخة واحدة 6 جيجا رام ومساحة داخلية 128. بالنسبة للكاميرات، فالهاتف بيجي بكاميرا واحدة خلفية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، والكاميرا بتدعم البانوراما والـ HDR وبتدعم الـ EIS، وبتصور فيديو 4K على 30 إطار. وبالنسبة للكاميرا السيلفي، فبتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والكاميرا بتدعم الـ HDR وبتصور 1080 على 30 إطار. البطارية بتيجي بسعة 2510 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع 15 واط، ومنفذ الشحن بيكون تايب سي. الهاتف مفهوش جاك 3.5 ملي، ولا بيدعم تركيب كارت ميموري، ولا بيدعم راديو اف ام، ولكنه بيدعم الـ NFC. ومع ان الشركة ما اعلنتش عن السعر الرسمي، ولكن متوقع انه يكون بحوالي 1500 دولار، ومتوقع انه يكون متاح للبيع في شهر ديسمبر القادم. ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. ياريت لايك وشير للحلقة عشان توصل لأكبر عدد. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اول لما تنزل. دعمكم بيفرق في الاستمرارية. ألف شكر على المشاهدة، وأشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله.